الحمد لله. الخيط ده عشان ايه؟ عشان تربطوه؟ لا، الحمد لله ان هو ثعلب مش ديب، عشان قال لك الديب بيجي والديابة حواليه، فدلوقتي ده ثعلب لوحده كده. بس احنا برضو عايزين نصور. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده ممسوك؟ استنوا، بص، يا خرابي، بس ده اسنانه جامدة قوي. طب ايه؟ تربطوه ازاي ولا تعملوا ايه؟ ما انت عارفين اللي بعد كده هيعمل حاجة ولا هيتأخر على اوردر ولا بتاع؟ هيخلصها. مش انت مديني دعم رجب هدية؟ هدية. ده ابني يفرح بيه قوي والله. والله خديه. لولا سنانه دي. نعم. كنت فاكرة ان هو هيبقى بيبي، مش سنانه عاملة كده. لا ده قوي جدا. في حاجة بتقرصني. خايف؟ خايف يا امير؟ انا عندي فوبيا. من قبل ان ممكن تكون طريقه صيد الحيوانات البريه دي طريقه غير مقبوله. وعلى فكره البرنامج مسجل، يعني انا كان ممكن امنتج كل اللقطات دي واشيلها. ما بترحمش يا جماعه، انا موقوفه بقالي سنه ونص ولسه راجع برنامجي. كل نيتي ان انا اقدم لكم كل حاجه كويسه، وبحاول ارضي كل الاذواق على قد ما اقدر. قلتوا مش عايزين نكد، قدمنا فرحه وانا ما كنتش موافقه عليه، لكن مش انا اللي عاملاه، انا تو ديسكفري. وعشان كده انا كنت فخوره وبقول اول مره على القنوات الفضائيه العاديه، لان انا المفروض حاجه مش سهله انها تتعمل. وفعلا احنا صورناها في حوالي 14 او 16 ساعه وتعبنا فيها جدا، ومبسوطه جدا ان البرنامج يبقى سبب في ان هذه الظاهره او طريقه الصيد دي تبقى بطريقه مختلفه. يعني الحمد لله ان حاجه بتحصل بقالها 50 سنه او 40 سنه هتقف النهارده بسبب البرنامج ده. ان طريقه الصيد دي للمره الاخيره، انا بتاسف لاي حد اتضايق من المنظر اللي كان موجود، ولكن هو منظر واقعي وبيحصل طول الوقت. وارجو ان الحلقه دي تبقى مفيده في انها سلطت الضوء على حاجه غلط بتحصل او طريقه صيد غلط بتحصل. يا رب يكون في طريقة فيها رحمة شوية عن الطريقة اللي طلعت دي. وتاني هقول، الناس بتقول مبسوطة كل الرياكشنز بتاعتي في الصور، وهما ماسكينه من رقبته وهو مش عارفة ايه، بيقول لي امسكيه من ديله، قلت له امسكوا من ديله يعني ايه؟ لا ما امسكوش من ديله. يعني انا ما شفتش حاجة ضد الصياد خالص. السلام عليكم. والله انا يعني هقول رأيي الشخصي في الموضوع. انا شايف ان الموضوع ليه 3 احتمالات. يا إما الأستاذة رهام سعيد بما إنها مذيعة محترفة وشاطرة وتعرف تجذب الأنظار للبرنامج بتاعها وترجع شعبيتها تقريبا اللي يعني شبه انعدمت لأنها بقى لفترة مش موجودة على الساحة، فاختارت موضوع صعب يثير لغط وممكن يوجه الأنظار إليها تاني. يا إما هي فعلا خانها الموضوع وكان المفروض ما تخدش في مثلا في معترك عدم الرفق بالحيوان ومعاملة الحيوان معاملة سيئة، وطبعا هي اعتذرت والاعتذار بتاعها واضح ان هي يعني ايه بتنفي المسؤولية عن نفسها وبتقول ان هي مش بالصورة اللي الناس بتوضحها او بتتكلم عنها فيها. وطبعا الاحتمال الاكبر ان ده شو عشان البرنامج يعلى والانظار تتجه. انا طبعا والله ما كنت اعرف ان البرنامج راجع تاني او اشتغل تاني. هي وجهة نظر بتختلف من شخص للتاني. في ناس بتهاجم وشايف الموضوع يعني مش بالقوه او لان اكيد الصيد الحيوانات موجود من قبل البرنامج ومن قبل ما هي تتكلم عنه. زي ما هي قالت الصيد الحيوانات موجود طول العمر على كافه المستويات على كافه الاصعده، ولكن هي عشان البرنامج بتاعها مثلا في ليه شهرة او ليه جمهور او الله اعلم في ناس متربصين او مش عايزينها تظهر تاني على الشاشات، فالله اعلم. ولكن انا شايف ان هو ما يخرجش من الاحتمالات الثلاثة. يا اما هو شو اعلامي عشان تلفت اليها الانظار وهي تبقى ذكية جدا ان هي عملت كده، لان طبعا النهاردة كل الناس بتتكلم عنها كترند في على مؤشرات البحث، او ان هي فعلا خانها الحظ واختارت موضوع شائك وما كانش يجب انها تتكلم فيه او تخوض فيه بالطريقة دي عشان يوجه اليها اتهامات بالمعاملة السيئة للحيوانات
او الاحتمال التالت ان هي بتتكلم عادي والبرنامج طبيعي موجود وصيد الحيوانات موجود وفي كل الدنيا، الناس بتصطاد بالبنادق الطيور وبتصطاد لمجرد الصيد حتى مش للأكل. فطبعا ما هنجيش نحط الليلة كلها على دماغ ريهام سعيد عشان هي اتكلمت عن الموضوع، وفعلا في البرنامج واضح ان هي متأذية او يعني صعبان على الموقف، وده رأيي الشخصي والله اعلم، والموضوع ابسط من كده بكتير واحنا مكبرينه زيادة عن اللزوم يا جماعة بصراحة يعني.